توقعات الفلك لمواليد الدلو بالأسبوع الثالث من شهر أذار مارس 2023. عزيزي مولود الدلو، أهم شيء بهالأسبوع أنه عندك دخول كوكب ساتورن إلى برجك. هو مش هالأسبوع، الأسبوع الجاي، بس بهالأسبوع ببلش يتحرك الكوكب وبيأثر عليك جداً. فعندك أجواء مسلية ومناسبة ربما بأول هالأسبوع. انتقال فينوس يوم 17 بخفف من وهجك العاطفي، رح يدخل إلى محل بخليك توعى لمشاكل عائلية أو شخصية، وتلاقي نفسك مأسور ببعض الالتزامات أو محشور بزاوية على أثر حدوث شيء ما بتحبه. لحسن الحظ أنه كوكب مارس بعده عم بيدعمك وبيحصن أمورك ضد مشكلة كبيرة يمكن تطرأ. كمان كوكب ميركور لح يكون معك وبيدعمك اعتبارا من تاريخ 20 من آخر الأسبوع، وبخبرك عنه بالأسبوع الجاي. إنما أنت بتعرف تألق كبير يوم السبت 18 والأحد 19، راهن على هاليومين حتى يمكن تقوم بمناسبة، تروح إلى معمل ما، تحاول إنك تجتمع بأفريقاء. اعتباراً من يوم الاثنين 20 ميركور لح يدخل إلى برج الحمل، وبدعيك للتروي وعدم المغامرة والانتباه لأوضاعك المالية بين الاثنين 20 وأول الأسبوع الجاي 21. بخبرك عن الباقي الأسبوع الجاي.